مع بعض بسرعه لان عنده النهارده كذا توبيك، مش موضوع ولا اتنين، بنتكلم في خمس ست موضوعات. نتمنى يا رب الحلقه تلحق يعني تكون فيها كل التفاصيل دي. ابدا معاك الاول، البطولات العالميه والاهلي المونديالي وبطل نصف العالم والثلاث قارات، وانت دايما من الناس اللي مش عايز اقول المؤرخ يعني، لكن انت دايما بتركز على فكره الحاجات التاريخيه في بطولات الاهلي الدوليه والقاريه تحديدا. بالظبط، يعني هو طبعا النادي الاهلي توج ببطوله عالميه، لان البطوله دي من اشراف الفيفا وتنظيمه، تمام، بطوله الانتر كونتيننتال. لكن البطوله مقسمه زي حضرتك طبعا، يعني انفردت اصلا من بنظامها من الاوائل، يعني الناس اللي انفردوا بنظامها، اللي هي النظام مقسمه على كؤوس. والكاس احنا اخذناها كاس القارات الثلاث اللي هي افريقيا اسيا والمحيط الهادي اوكيانوسيا. فالاهلي لحظه تتويجه بالبطوله دي كانت البطوله اجمالا رقم 27 في تاريخ النادي الاهلي على مدى التاريخ بالنسبه للبطولات القاريه. لكن ناس كتير بتتكلم، طب كده الاهلي الثاني على العالم بعد ريال مدريد اللي هو معاه 31 بطوله قاريه. طب يا جماعه في انجاز احنا مش واخدين بالنا منه، اللي هو النادي الاهلي دلوقتي معاه 20 بطوله قاريه في القرن الحالي، القرن ال21. وبناء على الكلام ده النادي الاهلي كده يبقى هو اسمه النادي الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه على مستوى العالم في القرن الحالي. القرن ال21. القرن ال21، مش محتاجين بقى نقول للثاني. 10 دوري ابطال، 10 دوري ابطال، 8 بالظبط، واحد كونفدراليه، واحد كاس القارات الثلاث. فاحنا معانا يعني 20 بطوله زي ما شفنا التصنيف بتاعهم كده. فاحنا مقارنه مثلا بريال مدريد هنلاقي ان هو معاه 8 7 دوري ابطال، 6 كاس العالم للانديه، و6 كاس السوبر الاوروبي. ده بالظبط 7 و6 و6 ف 19، لكن الاهلي 20. فالاهلي يقدر يحط تايتل على كل منصاته حتى بما فيها قوات النادي الاهلي، زي ما نكتب كده مثلا كاس القارات الثلاث، زي ما نكتب كاس السوبر المحلي، زي ما نكتب كل حاجه، نوفق برضو ان النادي الاهلي هو اكثر الانديه تتويجا على مستوى العالم، مش تاني، هو الاكثر بس في القرن الحالي. ال21 ما واخد بالك، يعني نادي الميلان في 2014 2011 تقريبا هو بدا يعمل التايتل اللي هو النادي الانجح في العالم، وطبع ده على التيشيرت بتاعه، وكان حاجه مفخره بالنسبه لهم، وزعلوا جدا واتضايقوا جدا لما النادي الاهلي انتزع منهم اللقب ده في 2014. حتى انا فاكر ان صحيفه لاجازيتا الايطاليه الشهيره يعني عملت تقرير عن انجاز النادي الاهلي ده، وازاي هم واخد التصريحات من رئيس الميلان وقتها، واللي كان برضه بيتكلم عن حجم البطولات والفرق بين اوروبا وافريقيا، لكن هو في الاخر رضخ للحقيقه. الناس هم مش بيقعدوا بقى ايه يقولوا كلام اكبر قلعه عرضيه في ايطاليا، لا، الناس بيتكلم بالارقام. فالاهلي لما انتزع منهم اللقب ده احترموا ده. فالنادي الاهلي فعلا دلوقتي عنده انجاز عالمي، اتمنى يتم توثيقه سواء على قناه النادي الاهلي او السوشيال ميديا، المنصات بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي كله، عشان احنا باذن الله رايحين نقابل فريقين ان شاء الله. مظبوط. رايحين نقابل بطل امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، ديربي امريكا يوم 14، وان شاء الله يوم 18 باذن الله هنقابل باذن الله ريال مدريد. ليفل الوحش. في ليفل الوحش. فانت هيكون في على مستوى العالم في ناس بتتابعنا، غير كمان كاس العالم الموسع في امريكا السنه الجايه. فاحنا لما نروح للمستوى العالمي ده نبقى رايحين والتيشيرت بتاعنا مكتوب عليه النادي الاكثر تتويجا، السوشيال ميديا مكتوب عليها كده، فالاعلاميين اللي يغطوا يبقى عارفين ده فيبداوا يتكلموا عنه. فاكر انت الميلان لما الاهلي اتكلم وقتها في 2014 عملوا ايه؟ بالظبط، يعني هو قال عملوا ازمه، وهما كانوا بجد يعني فاكر رئيس الميلان بالذات وقتها كان زعلان جدا ان هو وادلى بتصريحات كتيره. بالظبط، وكان بيتكلم ان هو الفرق بين البطولات وكده، بس في الاخر برضه رضخ الحقيقه وشالها. تمام؟ فعشان بقى احنا بنقدم مفاجاه هنا، احنا ما حبيناش نقول حاجه زي كده غير لما الاخرين بداوا هم يشككوا في حاجه مش محتاجه. انا مش هجيب بقى هنا لا موقع فيفا ولا هجيب احد المنظمين ولا هجيب اي حاجه. انا هلعب بالاسلوب الصح بقى في مواجهه الاكاذيب دي. الاعلاميين منافس بيقول لك ان هو دي بطوله وديه، ليه يا جماعه بطوله وديه؟ قال لك عشان بطوله بتنظمها من مباراه واحده في القاهره. بغض النظر عن مين اللي بينظمها. بغض النظر عن مين اللي بينظمها، فيبقى دي بطوله وديه، ماشي، انا هشتري الكلام ده. يبقى دي بطوله وديه، لكن انت بقى بالنسبه لك انت قعدت تصدعنا التسعه والسبعه، وانت واحده من التسعه دول اللي هو الافرو اسيويه الاولى للزمالك، في اثنين افرو اسيويه. اوكي. الاولى 88، البطوله دي من تنظيم نادي الزمالك وحده، اتلعبت من مباراه واحده بس في القاهره هنا، ومعانا فيديو يوضح ازاي ظروف المباراه دي. كان فريق فوروكاوا الياباني. فوروكاوا الياباني بالظبط. كان الزمالك بينظمها. بالظبط. لا اتحاد افريقي ولا اسيوي. بالظبط. فانا معانا فيديو بيعلق المعلق هو بيشرح لنا ازاي المباراه اتنظمت يعني. طيب يعني لو ممكن معانا اهي على الشاشه.
هيبقى فيها صوت؟ صوت المعلق. لا اهم حاجه صوت المعلق، يعني احنا الاستشهاد هو المعلق هو اللي كان بيعلق على مباراه في التلفزيون المصري. اه بالظبط. طب حاولوا كده شوارب لو صوت عرض وقابل انه يحضر الى القاهره على نفقاته الخاصه مقابل انه يستضاف خمس ايام ومصروف في ارض النادي الاول ثم مباراه ثانيه في ارض النادي الثاني، لما لازم لبعد المسافات وكبر التكلفه اللي بيتكلفها كل نادي، فنادي فوروكاوا عرض وقابل انه يحضر الى القاهره على نفقاته الخاصه مقابل انه يستضاف خمس ايام ومصروف جيب لكل لاعب. وهنبدا المباراه بعد بيحضر للقاهره على نفقاته الخاصه مقابل انه يستضيفه خمس ايام مصروف جيب من نادي الزمالك. ايه ده؟ مصروف جيب، تخيل. دي بطوله انت بتقول لي انت حاسبها من التسعه بتوع داخله في القريه؟ داخله في القريه. انت الزمالك هو اللي حاسبها، الفيفا الكاف مش حاسبها. بس انت كزمالك شايف ان في مؤامره من الكاف ومستوى مراد فهمي ومعرفش ايه ومؤامره عشان ما حسبش البطوله دي. دي بطوله وديه، لانها في مفيش بطوله في الدنيا بتتنظم ان نادي يستضيف نادي ويديله بوكت ماني خمس ايام ويتفسح في القاهره ويشوف الهرم. ده كده مباراه وديه بالظبط. خلاص يعني هل احنا بقى نحسب السوبر افريقي الاوروبي؟ على فكره هو ده السوبر افريقي الاوروبي، الاهلي وريال مدريد. الاهلي ومدريد يعني احنا بقى نسميها طبعا انا يعني ايه بعاملهم بعامل الناس على قدر عقلهم. فعلا عمرنا ما سميناها والله. ما لا ما هو اللي دي بطوله وديه، احنا الناس عاقلين كفايه ان احنا ما نسميش بطوله وديه انها بطوله رسميه. دي بطوله من تنظيم نادي الزمالك وبيدي فلوس عشان اقامه نادي فوروكاوا الياباني ويتفسحوا في القاهره خمس ايام على حساب نادي الزمالك، فدي بطوله وديه ونتحدى اي حد يثبت غير كده. البطوله من تنظيم نادي الزمالك مفترض. يبقى انت بالنسبه لك شايف المعيار، لو مش هنروح لمعيار ان الاتحاد الدولي اسمه في البطوله لو عضو اللجنه التنفيذيه الموفد من الفيفا دي بطولتنا الرسميه مفيش نقاش. ما انا عارف طبعا ده كلام مؤكد يعني، بس انا بقول لك بروح معاك للمعيار انت عايز تتكلم فيه. طب ما تيجي بقى نحسب معاك البطوله الافريقيه. بالظبط. طرح مهم. يعني انت انا بعاملك على قدر عقلك ان انت بتشكك في بطولتي انها من بطوله مباراه واحده وازاي دي في القاهره. طيب يعني يا حبيبي انا بتنظم لي البطوله دي الفيفا اللي اختارني بناء على تصنيفي عن برضو المعايير والنقاط. صحيح. تمام. فمنح النادي الاهلي مش بس عشان هو بطل افريقيا، لا عشان النادي الاهلي، عشان اسم النادي الاهلي بجد ده بينعكس في اداء زي ما حضرتك بتتكلم بنتكلم بين الفاصل يعني انه نقاط وازاي الاهلي في اخر ثلاث سنوات اخذ اثنين برونزيه ومره برضو مركز رابع، فاذا الاهلي موجود في سيمي فاينل كاس العالم دايما، فبيدي بينعكس ده بالارقام على تصنيفه على مستوى العالم كله. ولما نيجي نلعب مونديال الانديه بالنظام ده اللي هو انتر كونتيننتال في 2026 هيبقى نفس النظام. بالزبط. ساعتها بطل افريقيا لو النادي الاهلي هيلعب مباراته في القاهره مش هيروح اسيا. بالظبط. ودي بطوله رسميه لكن انت بطولتك وديه عشان بس يعني ايه نقفل الكلام في الحته دي.